يعطيكم العافية شباب صبايا. اليوم بدنا نبلش شابتر جديد اللي هو شابتر 26، بيحكي عن مانيوال بروسيجر ان هيماتولوجي. هاي المادة الأخيرة يعني راح نعطيكم اياها ان شاء الله. كويس، فالمطلوب منكم شابتر 19 20 21، والشابتر هذا اللي هو 26 راح ابعث لكم اياه على كلاس روم اليوم. شايفين، وهذا الشابتر سبق اني بعثت لكم اياه موجود على الموديل. اوكي، هذا الشابتر بيحكي عن البروسيجر زي السدريت زي البي سي في، بعضها اخذناها بس اخره يعني من نصه طالع بيحكي شوية عن ستينز مهمة عشان نعمل ديفرنسيشن ل اليوكيميا انواعها، عبارة عن سايتوكيمستري بيسموها سايتوكيميكال ستين. فانتبهوا وعيروا انتباه لبعض البروسيجر. كويس، في عندنا هنا البروسيجر مثلا اللي موجودات بالكلينيكال لابس ستاندرد انترناشونال اللي هي بروسيجر تايتل اند سبيسيفيك ميثود، الريجنت اللي بنستخدمهم، كالكوليشن، بعضنا خطون في هيماتولوجي 1. كل سبيسيمين بتكون باللاب عادة، هاي اول سلايد، انه دائما تتعاملوا معاها على اساس انها بوتنشالي انفكشيوس. كويس، اي سبيسيمين بتشوفوها باللاب مش عليهاش اسم وهذا تشتغلوهاش. كويس، لازم تكون ليبلد واعتبروها دائما انها مرضية. بيسك بروسيجر باللاب ان جنرال ان هيماتولوجي لاب اللي هو ليوكوسايد ديفرنشال كاونت، وعملتو الباكد سيل فوليوم اللي هو الهيماتوكريت، والريد بلود سيل اندكسز اللي هي ام سي اتش ام سي في اتش سي والام سي في ريتيكولوسايت كاونت، والسيدمنتيشن ريت اريثروسايت. هذول البروسيجر اللي روتينلي ذي ران ذم ان ذا لاب بالضمن ان السي بي سي. شايفين، بعدين لما تروح على كواج لاب في بي تي بي تي تي انتي ثرومبين كلوتينج تايم بليدنج تايم، كلها هاي بروسيجر كمان يو دو ات مانيوالي. اوكي، بس معظم البروسيجرز راح تشوفوا مثلا في كالتر كاونتر محلات راح تتدربوا فيهم، بيعملكوا كل اشي مثل ما حكينا، وظيفتكم تراقبوا العينات تتاكدوا من انه الريزلت اللي تطلع للبيشنت او للدكتور الريزلت مضبوطه، لان مرات السامبل بتكون فيها اللايبيميك، مرات السامبل بتكون هيمولايزد، مرات السامبل بتكون ديليوتد يعني الفلوباتومست اللي سحب الدم ما سحبوش بعناية. كويس، فهاي وظيفتكو انكو تعرفوا العينة الجود من العينة اللي مش جود. هو انا بحكي عن الليكوسايد ديفرنشال كاونت اللي هي ستيند سمير، حكينا في عنا 4 أو 5 ستينز they use them in the lab زي جيمز ستين، بتعمل ستين للكروموزوم. في عنا الجرام ستين بيستخدموه مثلا بالبكتيريا، جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف. في عندكو رايت ستين بأساس انه تعمل ستين للنيوكليوس ولا للسيتوبلازم. في عندكو رومانويسكي ستين، في عندكو كمان ستين اللي هي مثل البلو سوبر فايتال ستين ذا سيم اللي هي للريتيكولوسايت. في ستين ثاني زي كونغو ريد ستين، هاي متخصصة الكونغو ريد انه مثلا بتعمل ستين للأمايلويد تشي، والأمايلويد تشي هاي موجودة مثلا بالبرين سيلز نيرفس سيلز بحساس ديجنوز الناس اللي في عندهم الزايمر. في ستينز ثاني زي السودان بلاك، في ستينز كمان زي الالكالين فوسفاتيز راح نمر عليهم بالتفصيل. اريثروسايت ابنورمالتي لما تطلعوا مثلا على البلود فيلم مثل ما ظن يجيب لكم يا سؤال، اذا مثلا بده ديفرنشال الدكتور بتعدوا له الديفرنشال، تكونوا قادرين تحولوا من من ريلاتيف كاونت الابسوليوت كاونت اللي هو الادق اللي هو الابسوليوت كاونت. وبعدين بتطلعوا على شكل الار بي سيز اجاكم بالامتحان المدي اللي عملناه عملي، ان لو تعيروا انتباه مثلا للار بي سيز مرات بتكون سكل جايه، مرات بتكون تير دروب سيل، مرات بتكون تارجت سيل. بتكتبوا تارجت سيل وتعطوها مقدار يعني 4 بلس 3 بلس 2 بلس، واذا كانت الخليه مثلا فيها سيستوسايت اللي هي خلايا شطاريه او فراجمنتد تكتبوا مثلا فراجمنتد سيل او تير دروب سيل. فالديفرنشال كاونت مش بس بيحكي عن الوات على الوات بلس سيل كاونت وعددهم، بس بيحكي كمان عن اي شيء ثاني بتشوفوه كمان. اذا بتشوفوا زي هايز بوديز بتشوفوا مثلا زي بيزوفيلك ستيبلينج، مرات كويس انكم تعرفوا ترافلينج هيستوري تبع البيشنت انه مثلا كان بأوغندا كان بهايتي، بتعيروا انتباه بجوز انه البيشنت مع ملاريا والدكتور بيطلب ملاريا ستين. كويس، ملاريا
سلايد. اوكي، مرات بتكون العينة جاية من البون مارو، مثلا البون مارو بياخذ عينة من العظم من الإلياك كريست اللي موجودة بعظمة الهيب اللي هي عظمة الحوض، أو من الستيرنم اللي هي موجودة بالقفص الصدري. بس بالنسبة للأولاد الصغار ما بيقدروا ياخذوا من الستيرنم، لأنه لما يضغطوا على الستيرنم بدهم يطلعوا العينة، يعني زي الدريل بيعملوه بس يسحبوا العينة البون مارو من النخاع العظم، بحطوا مش برصف بخافوا يكسروا الربس تبعت الولد الصغير، فبروحوا بيعملوا الهب، بياخذوا العينة من الهب وتس بينفول وهاي ستيرل، يعني الدكتور بيعمل تعقيم كأنه عامل عملية إلها. alright. كمان في عنا نيوتروفيل، هاي بالنسبة لليوكوسايد ديفرنشال كاونت، معظم هاي المعلومات الكو از ريفيجن. نيوتروفيل بتعرف بحالات البكتيريا الانفكشن انفلاميشن الستريس كرونيك اليوكيميا، يعني اذا الواحد مثلا بفحص النيوتروفيل اذا بكون يروح الجيم مثلا بيعمل رياضة الصبح بفحص النيوتروفيل الصبح، عادة بيختلف عن عدد المساء. اوكي، واي حالة يعني طبيعي مش شرط يكون في عنده مرض. كويس، بشوفوا الليمفوسايت مرات بترتفع بحالات الفيرال انفكشن وبترتفع بحالات الكرونيك اليوكيميا وبترتفع بحالات مثل ما حكيت الكوب اللاب الوبن كف اللي هي سعال الدي كي، مع انه الليمفوسايت احنا عندنا عادة بترتفع بحالات ايش الفيرال انفكشن مينلي، بس هذا لا يعني انها بترتفع بحالات البكتيريا الانفكشن زي بحالات الوبن كف زي بحالات التوبركلوسيس زي بحالات البروسيلا، مرات بترتفع فيهن الليمفوسايت. المونوسايت بترتفع بحالات التوبركلوسيس الروماتويد ارثرايتس اند فيفر، طبعا بيرتفع تو هاي المونوسايت مرات بكون في عندنا اليو اكيوت مونوسيتيك ليوكيميا. اليوزينفيل بيرتفع بحالات الالرجي والباراسيتيك انفكشن، كمان بيرتفع البيزوفيل بحالات الالسرات كولايتس اند هايبر ليبيديميا، الناس اللي في عندهم زي تقرحات بالامعاء زي بسموه كرونز ديزيز او الالسرات كولايتس، احنا هو اللي بنسميه اللي هو القولون العصبي. كويس، هي اكثر من مرض بيشتركين مع بعض الكروز ديسيز والالسايت كولايتس، مرات حتى الدكاتره تبعينا لما عالجوهم بوصفوا لهم ادويه ضد السرطان. كويس، بس هذول بصيبوا رجال اكثر من النساء. كويس، بس يعني المرض هذا الالسايت كولايتس الانسان فيه ما مش بكون مش مرتاح والعياذ بالله. كويس، هاي هون كمان في عندنا سلايد اللي فيجر 261 كيف تعدوا الديفرنشال كاونت، اي ثينك اي تولد يو اباوت ذس، انه بتعدوا باتجاه بتمشوا للامام. كويس، اساس ما ترجع اساس ما تردوش تعدوا خلايا عدتوهم قبل، ات ويل تيك تايم فروم يو تيك ايفورت عاد بما صرت تعرفوا تعدوا الديفرنشال نيورون. يعني شفتم مثلا مستشفى حمزه بيعملوا البلاد فيلم وبخلوه للباثولوجيست المتخصص انه يطلع على البلاد فيلم. كويس، بس with the time you will do it. كويس، في عندنا البيرسل فوليوم اللي هي الميجرمنت اوف ذا ريشيو اوف ذا فوليوم اوكوبايد باي ذا ار بي سي، يعني قديش الار بي سيز بخذن فوليوم فروم ذا هول بلاد. حكينا الهول بلاد في جزء منه بلازما اور سيرم، في منه اللي بفكوت، في منه جزء اللي هو الار بي سيز بسموه بي سي في او هيماتوكريت. حكينا البي سي في اور هيماتوكريت يما قسموها ثلاثة تعطي كل هيموغلوبين. فاول شيء بتطلع على الاوتبوت تبع المشين، انه هالمشين اعطتكم فلاج اعطتكم تحذير بالنسبه للبي سي في، دائما احسبوها اذا طلع عندكم البي سي في 18 قسموها 3 معناته 6 الهيماتوكريت. كويس، اذا طلعت عندك 27 قسموها 3 معناته الهيموغلوبين 9، اذا القاعده هاي اختلت مش 9 بالضبط يعني بلس اور ماينس كسور ذاتس فاين. كويس، بس اذا القاعده هاي اختلفت don't report، عيد 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 طلب عينة جديدة. كويس، طلعوا على المشين شوفوا الريجنت خلص فيها، شوفوا السامبل كلوثد ولا لا، مرات تيوبز مع انه فيها انتيكواجلانت اللي ديتها بس كمان السامبل بيكون فيها كلوث، ومنها الجهاز او انتو تقدر تحسبوا الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي، هذول الانديسيز اللي بيعطينا فكرة انه هل البيشنت في عنده انيميا ولا لا. كمان هاي الريفرنس فاليو للميل اللي هو 0.47 لتر لكل لتر بلس اور ماينس 0.007 للفيميل، اقل لطبيعه تكوين جسم الفيميل. اوكي، بعض الحالات البي سي في يوزد تو ديتكت انيميا بوليسايثيميا
هيم ديليوشن اور هيم كونسنتريشن. كمان البوليسيتيميا حكينا انه البي سي في بيرتفع تو هاي، اوكي، بس بحالات الانيميا طبعا بينزل. كمان الريد بلود سيل اللي هي المين كوربوسكولار فوليوم والمين كوربوسكولار هيموجلوبين والمين كوربوسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، هذول بسموهم انديسيز. هذول منهم الدكتور بيعرف شو ال what is going on with the patient، يعني بقارنهم بالار بي سيز. بحالات الانيميا هذول بكون اللو هاي نورمال رينج لهم. فتذكروا انه مثلا الفيمتو ليتر عبارة عن 10 to the minus 15 of the liter، it is 1 cubic micrometer اللي شايفين بكتبوا اللي هو الفيمتو ليتر، اوكي. فبيقيسوا في ال MCV هو express the average volume size of the erythrocyte. عادة عند الناس اللي عندهم iron deficiency anemia ال MCV بكون low. ال MCH the same thing اللي هو express the average weight contents of hemoglobin in every in the average erythrocyte، يعني قديش ال RBCs فيها هيموغلوبين اللي هي ال MCH. هاي الريفرنس رينج تبعها من 27 ل 32. الوحدة تبعت اللي هو البيكوغرام اللي هي 10 to the minus 12، يعني أكبر من الوحدة تبعت ال MCV، كويس. هذول كلهم بسموهن indices. للأسف كنا لازم نعمل لكم اياهم بالمختبر، بس كمان عجقة كثير لما تصيروا تحسبوهن. احنا يلا مشينا المختبر باللي بنحكي فيه. هاي ال MCH اللي هي عبارة عن الهيموغلوبين، نسبة الهيموغلوبين على الكونسنتريشن بعطوها دائما من جرام لكل ديسيليتر اللي عبارة عن 32 ل 36%. كمان هسه في عندنا ريتيكولوسايت كاونت والله عملناه، راح امر عليه مر سريع. اللي بسموها سوبر فيتال ستين عبارة بقيس اللي هو الرومينانت اوف ذا ار ان اي ريفيرد از ريتيكولوسايت، اسمها سوبر فيتال ستين اور مثل البلو ستين اتس ذا سيم، اوكي. هيا شكلها وجدك سؤال، اي بليف يو كانت مس ات، كويس. هاي الرينج تبعها من 0.5% ل 1.5 بالنيونات، بالناس اللي ولاد صغار بتكون نسبتها اكثر لانه البون مارو لساته مش ماتشور كثير، اوكي. كمان في عندنا الريتيكولوسايت اميت بتنزل بحالات الابلاستيك انيميا. بلاستيك معناته ما في تصنيع الخليه، ما في تصنيع البون مارو، ببطل صنع الخلايا بالمره. انكريز بحالات الاكيوت بلود لوز، كويس. شايفين اميت ديكريز حالات انه الجسم بطل يطلع خلايا بالمره. اورايت، انتبهوا للاميت بنكريز وديكريز، هاي اسئله راح اجيبها. في عندنا السدريت وهذا كمان اخذناه، كويس، راح نمر عليه مر الكرام. وهي الرينج تبعه من نون سبيسيفيك، مرات مثلا بكون الريجولار ار بي سي شيب اس سيكل سيل اور سفيروسايت، والرولاكس فورميشن بيعمل لورنج للسدريت، كويس، يعني بقل. بس مرات بحالات البوليسيثيميا بيزيد، ليش؟ لأن الخلايا بيتجمعوا مع بعضهم البعض فبيثقلوا فبينزلوا بأسرع فعل الجاذبية، كويس. كمان هون في عندنا سبيشال هيماتولوجيستين، في عندنا الأور بروسيجر، هاي متخصصة كثير، بيحكوا عن البون مارو اكزامينيشن، بتحكي عن الدونيث لاندشتر سكرينينج تيست، هيموجلوبين اس، ملاريا سمير، مونوسبوت، اوزموك فراجيليتي، اند سكروز هيموليسيس تيست. كلها هاي سبيشالايزد، يعني ما بيعملوها الا لما الدكتور مثلا بحالات الهامز تيست الدكتور بشك انه المريض في عنده اشي بسموه باروكسيمال نكتيرنال هيموجلوبينيريا، اللي هو مثلا التكسر الدم اللي بيصير خلال الليل عند بعض المرضى، وهذا مرض وراثي، كويس. المريض لما بروح الصبح مثلا الحمام لون اليورين تبعه بكون على الدم، كويس، بيعملوا له تيست اسمه هامز تيست. الهيويك اسيد از يوزد سبيسيفيك سيرام ميكستشر، بشوف الهيموليتيك اكتيفيتي تبعته. ان شاء الله المره الجايه بعد بكره بنكمل التست هذولا. وصلنا عند البون مارو اكزامينيشن، بنكمل لكم عن البون مارو اكزامينيشن. جود لك، تيك كير، باي.